لكن النظرة دي في القانون، في القانون هذه النظرة لا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها قانونا، لا يعاقب عليها قانونا. خلاص. كلوائح، كلوائح الحكم لا يستطيع أن، أو اللوائح بتقول أن الحكم لا يستطيع أن يعاقب المدير الفني أو الإداري أو كذا أو كذا الذي ينظر له بهذا الشكل، لأن الحكم هو القاضي اللي في الملعب، فهو اللي بيستقر في وجدانه هو بينفذه. ولكن اللوائح أشياء، أو اللوائح دي حاجة تانية خالص. وبالتالي فالقانون بيقول إيه؟ أن النظرة دي ما فيهاش عقوبات. ناس هتطلع تشتم، وناس تطلع تقول لك اصل انت اهلاوي، وناس هتطلع تقول مش عارف ايه والكلام ده كله. لكن مهم جدا 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 ان انا اقول لحضراتكم القانون، وبعد كده هقول لكم وجهة نظري انا في الموضوع ده ايه.